رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر الثانية، وكان في استقبال الوفد القطري في مطار بن غوريون في تل أبيب وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيب ليفني، حيث تم في أثناء الزيارة تجديد العقود بين الجانبين بشأن بيع الغاز القطري لإسرائيل، إضافة إلى توقيع اتفاقية جديدة بين تل أبيب والدوحة حول تطوير المناهج التعليمية في قطر من خلال الاستفادة من تجربة إسرائيل في هذا المضمار. وأكد الشيخ حمد بن خليفة الثاني أثناء اللقاء على أهمية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. من جانبها أكدت ليفني على أن لقطر دورا مهما في توثيق العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، هذا ولم تبث وسائل الإعلام العربية خبرا عن الزيارة خاصة قناة الجزيرة، وذلك امتثالا لأوامر الحكومة القطرية. يذكر أن زيارة أمير قطر لإسرائيل كان قد تمت منذ فترة وسربت أخيرا عبر شريط مصور بث على شبكة الإنترنت، وصلت الفيحاء نسخة منه.